بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة الأمل النهاردة لكل شاب ياخد ثقة في نفسه ويقول أنا هنجح. بسمة أمل النهاردة عن شاب اسمه محمود حسين. أنا معرفش محمود حسين، ومحمود حسين هو اللي بعت قصته وبعتها ضمن البريد اللي بيجيلنا على بسمة أمل، لأن أنا قلت للناس ساعدونا وبعتوا قصصكم على بريد بسمة أمل علشان نقولها ونحكيها للناس. هو بيحكي قصته، بيقول: وأنا صغير كانوا بيدلعوني بيقولولي ميدو. ما كنتش بحب اسمي ولا بحب شكلي ولا بحب شخصيتي، لأني كنت دايما بحس إن أنا مش إنسان ناجح، وده أدى أن أنا كمان كنت ساعات بتهته في الكلام، بعرفش أجيب جملة على بعضها. كنت دايما أقول لنفسي شكلك وحش وشخصيتك وحشة وبتهته واسمك ميدو، أنت ولا حاجة. فشلت في الهندسة وتخرجت بعد 10 سنين، واشتغلت في شركات كتير ومنجحتش ولا مرة نجحت، وبقت نظرة كل اللي حواليا وأولهم أهلي أني إنسان فاشل. واكتئبت فترة وبقيت بكره نفسي وبكره شكلي وبكره شخصيتي، وأمنت فعلا وصدقت إن أنا ولا حاجة. آه لما تضيع الثقة في النفس، آه يا شباب ويا بنات لما تحسوا إن أنت ولا حاجة، أسوأ شيء في الدنيا. هو بيقول: وفي يوم من الأيام بدأت أشتغل على موقع كمبرمج، وكان المبرمج دون بشتغل في شركة فيها برمجة بس بتحتاج تواصل مع ناس موجودين في انجلترا، بيدونا اوردرز ويقولك اعمل كذا وسوي كذا، بنتصل بيهم على سكايب ونبدأ نتواصل معهم احيانا. فانا كنت بشتغل مع واحد اسمه جون دون. انا ما بعرفش انجليزي الا اللي اتعلمته، يعني شوية الانجليزي التعبان اللي انا خدته في المدرسة، وكمان ما كنتش شاطر فيه فبتهته، بس أنا عايز أمسك في الشغلانة عشان أكل عيش عشان أعيش، فمضطر إن أنا أكلم جون. جون يكلمني، أنا مش فاهم هو بيقول إيه، وعادة أنا بعمل حاجات غير اللي هو بيطلبها، وساعات أحس إن هو بيعلي صوته بطريقة إن هو أكيد بيشتمني بس أنا مش عارف أتعامل معاه إزاي. فالأول مرة قررت إن أنا لازم أحسن الموضوع شوية، فبدأت أفتح جنبي جوجل ترانسليتر علشان يبقى جنبي ترجمة لحاجات أنا عايز أقولها له أو لما هو بيتكلم، وكنت قبل ما أعمل المكالمة معاه أكتب الكلام بالعربي وترجمه وأقعد علشان أقول كلمتين ليهم معنى. وبعد شهر تقريبا من الشغل بيني وبين جون دون، قال لي: إحنا عايزين نكتر الاتصالات علشان في شغل جديد أنت هتقوم بيه معايا. كنت بترعش، كنت بعرق، لكن شوية بشوية بدأت أروح البيت أذاكر إنجليزي، بدأت أهتم بالإنجليزي، وشوية وشوية بدأت أخد ثقة في نفسي وأنا بكلم جون. شوية بشوية، إيه ده، أنا بدأت أتكلم إنجليزي، بدأت أحب أقعد قدام أهلي وأنا بتكلم مع جون بالإنجليش علشان يشوفوني بتكلم بالإنجليزي. أبويا وأمي يقولوا: إيه ده، أنت إزاي بتعرف تتكلم كده، أنت ما كنتش بتعرف إنجليزي. بدأ يعجبني الموضوع. محمود حسن بيقول: بدأت أنجح، بدأت أخد ثقة في نفسي، بدأت أحب الفكرة بتاعة أن أنا بتكلم الإنجليزي، بدأت أزود في الكورسات، بدأت أعدي وتخطى، أنا بقيت أعرف أكلم إنجليزي، لا أنا بقيت أعرف أخد أكلم إنجليزي كويس، دخلت كورسات في الجامعة وبدأت أجيد اللغة الإنجليزية، قررت أن أنا أفتح معهد صغير أعلم فيه الشباب لغة إنجليزية، طبعا مش بنفسه، يجيب مدرسين ويبقى ده البزنس بتاعي، البزنس كسب. بدأت أدي لغة إنجليزية في سنتر مخصوص، مش أنا اللي بدرس بس أنا اللي بديره للشباب، وأقعد أنا معاهم أشجعهم إزاي أن أنا اتعلمت الإنجليزي، بقيت رول موديل للشباب، بدأت أجيب فلوس، بدأت أنجح، قررت أتجوز، أنا بقيت إنسان ناجح، أنا خدت ثقة في نفسي، أنا الشباب بقوا بيجولوا يتعلموا عندي عند الأساتذة، مش عشان الأساتذة، عشان الروح اللي أنا بديها لهم. أنا نجحت، أنا رجعت لي ثقتي في نفسي، أنا فخور بشكلي، أنا فخور باسمي، أنا فخور بشخصيتي، أنا إنسان ناجح. بسمة أمل لكل شاب يجرب تجربة ينجح أول مرة، لو نجحت مرة هتكمل بعد كده على طول، لو دقت طعم النجاح مش هتعرف تسيبه بعد كده أبدا. بسمة أمل للثقة في النفس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.